نسلط الضوء على كل المواضيع الطبية حتى نكون جنبكم ونخفف عنكم، نرشدكم لطرق الوقاية وطرق العلاج. حنستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم عشان نعطيكم الجواب الوافي والصحي. اختصاصنا صحتكم واللي بحيركم. كونوا معي أنا الدكتور محمد عدنان خليفة في برنامج أطباء على الهواء حصريا على قناة نورمينا في الأوقات التالية. يعني بعد ما يسمع الواحد دقات القلب هاي عن جد بتخربط، وخصوصا اني انا جديد عامل القلب مفتوح. سلامة. يعني ارتقينا في برنامج اطباء على الهواء عن جد من كثر ما بنعاني من مشاكل العلاقة بالطب، وخصوصا انه الاردن يعني اصبحت منبر من منابر الحج للناس اللي عم بتيجي تتعالج للسياحة العلاجية. صح. فكان في حيرة كبيرة في اختيار مين بده يقدم هالبرنامج. هذا البرنامج كثير صعب، يعني بدك واحد عنده معلومات كبيرة، وهيك الله هدانا وشكرا للانتصار كمان اللي هدتنا للدكتور محمد عدنان خليفة، الدكتور محمد اللي بتمتع بكاريزما فنية. الله يخليك يا رب. زائد انه طبيب. دكتور تحكي لنا شوي عن حالك قبل ما نفوت على البرنامج. انا دكتور محمد عدنان خليفة، طبيب اسنان. نعم. لكن البرنامج لا يموت بصلة للأسنان، بصلة هو طبي صحي بالكامل. نعم. يشمل كل المواضيع الصحية اللي بنقدر نغطيها للمواطن الأردني ونساعده فيها. هلأ أنا خريج الجامعة الأردنية. نعم. واشتغلت بالإعلام لفترة لأنه بكتب بمجلات. نعم. كنت المواضيع الصحية وصورت برامج قبل هيك صحية وتوعية. يا أخي بدي أسألك دكتور، يعني كثير من الأطباء وخصوصا الأطباء بتحسوا يعني أن الطبيب هيك بتعامل بعمل له علاقة بالصحة والدم والمشرط والوجع وكذا، ولكن بتحسوا أقرب الى الميول الفني. ليه؟ يعني كثير من الدكاتره عن جد الفنانين وتركوا. صح. الطب، يعني زي يحيى الفخراني، زي ابو عوف، زي حتى عندنا في الاردن في كثير ناس. مزبوط. انا بعرف طبيب اسنان جيت تتذكر اسمه من الفنانين الراقيين اللي بيعزف عليه. ليه يعني شو العلاقه بين الفن؟ والله هم يعني صدقا انا عندي كمان زميل وصديق كمان بحب يغني، كان بده يترك الجامعه بالسنه الثانيه عشان 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 يغني. هم يمكن يعني ملهمين الطب فيه الكثير من الفن. نعم. صدقا الطب يعني يشمل الكثير من الفن، وبده دقة عالية وبده حس عالي، والإحساس بالناس اللي حواليك فعلا هو شعور راقي ومهنة ترتقي بمشاعرها. بس مع الأسف في بعض الأحيان يعني، وهذا اللي احنا ننوي. نعم. في أطباء على الهواء أنه نقرب المرضى، بيضل البعض من الأطباء الزملاء وبيضل البعض من المرضى. إذا كان في الصحة أو في العلاج أو في الوقاية بتضيع الرابط، خصوصا عندنا بالأردن إحنا يمكن البلد القيادي بالبلدان العربية بالطب. نعم. ممكن أقول بلا منازع إلى حد. نعم. كبير. هذا لا ينفي كبير. لا ينفي إنه إحنا معنا كمان مش معصومين عن الخطأ. نعم. في أخطاء، بس إحنا كعرب كدول متطورة يعني كدول في طور التطور. نعم. مش متطورة، نطمح لأن نكون متطورة. في عندنا قلة وعي. نعم. أطباء على الهواء يطمح إنه يوعي. نعم. الناس يقرب معلومة بسيطة ممكن تفيد واحد محتاج إنه يسمعها لا يستطيع أن يذهب إلى الطبيب، ممكن عن طريق هذا البرنامج يسمع. نعم. الوافي، وممكن نقدر ندله. يعني الدكتور محمد خليفة بيقول إنه في برنامجه أطباء على الهواء راح يستضيف طبيب مختص ومش راح يغاوز. لا أبدا. مع تعاون الأسنان. لا أبدا. زائد إنه راح يستقبل اتصالات. يعني. نعم. كيف راح يكون احنا الموضوع والشكل يعني كيف الموضوع المضمون راح يتقسم لعده اجزاء بال يعني راح يكون يعني في عنوان للحلقه ولا طبعا عزيز. طبعا. نعم. راح يكون في عنوان، راح يكون في اختصاص، راح يكون في حالات معينه تعرض، علاجات جديده، وقايه جديده، ومختص ليتحدث ويساعدنا نجاوب على هاي الأسئلة. ما في أي طبيب بيقدر يجاوب على كل إشي لحاله، دائما بدنا ناس مختصين في كل مجال. إن شاء الله رح يكون عندنا ضيوف من جميع الاختصاصات ومن أرقى ما يمكن أن يقدم. يعني هذا السؤال اللي أنا كنت بدي أسألك إياه، التنوع في الحلقات. يعني انتوا جدا يعني كيف درجه 180 يعني كيف التنوع؟ يعني راح تحكوا مثلا في شيء له علاقه بالطب
له علاقة بالتجميل مثلا، نعم، او شيء له علاقة بالطب، له علاقة يعني بامراض يعني مستعصية، بالضبط، وفي اشياء قليلة لها علاقة بالوقاية رح تكون حول يعني المنزل. كيف رح تجمع هاي الحالات المرضية؟ هلا رح نجمع هاي الحالات المرضية على الاغلب على الاكثر من الاردن ومن ضيوفنا، ونطمح انه نستقطب العالم العربي وابعد اذا استطعنا من الجاليات العربيه اللي ممكن تتفرج علينا حول العالم ونساعدهم. الاردن مستهدف طبيا من جميع الدول. بغاره بغاره يعني بدل ما يكون الاردن يعني خطوه من خلال الاردن للوطن العربي للعالميه للامام، وخصوصا انه عم بيسوي عمليات طبيه، عمليات العلاقه بالدماغ، عم نعمل اشياء بالاردن يعني صار عندنا القدم لها يعني كثير من الدول حول العالم ما بتقدر تعملها عم تنعمل بالاردن، وعم تنعمل بنجاح عالي. كثير من دكاترتنا عم بيطلعوا بيعطوا درجات علميه على ببريطانيا وامريكا وفرنسا. سؤال ضيوفك رح يكونوا يعني متميزين ولا رح تاخذ الجانب التجاري بالموضوع؟ ننتقيهم بقمه علميه بحته. ليه؟ لانه مع الاسف عم نتعرض لإشي بالاردن، اي مجال لانه الواحد يصير تجاري ويستخدم الترويج خصوصا من خلال الاعلام وكثير صاير مستهل هذا الموضوع. احنا حريصين انه ما ينباع هذا البرنامج او هذا الهدف او هذا الاعلام التوعوي انه ينباع بسعر بخس الا وهو ممكن اي. دكتور محمد خليفة، يعني بدي اسالك انا سؤال بعيد جد البعد عن برنامج اطباء على الهواء ولكن متصل. كثير 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 من القنوات الفضائيه المختصه في موضوع العلاج انتشرت في الاونه الاخيره، هذه القنوات اللي بتروج للسحر للشعوذه لكذا، وخصوصا وهذه القنوات للاسف كله تحت وطب الاعشاب وكذا، وللاسف الشديد انه هذه القنوات يعني عم بتلاقي رواج وبتلاقي لها جمهور. هذا بدي تحكي كلمه ونصيحه منك كطبيب مختص يعني في هذا المجال. انا بدي انصح، وايش الرساله؟ اسف، انا ايش الرساله اللي ممكن توجهها من خلال برنامجك للناس ولا لا لا للمسؤولين على هكذا قنوات؟ كيف يتقوا الله في انهم ما يغشوا هذا المريض اللي بتعلق في قشه معاويه؟ نعم فضل. نعم نعم. انا نصيحتي لكل شعبنا الاردني الحبيب، لكل اهالينا، لكل العرب، لكل الناس عم بيسمعونا بكل العالم، رجاء البحث عن المعلومه بهذا الزمن صار سهل جدا، الانترنت فتح ابواب كثير. هذا لا يعني ان كل ما هو معروض على الانترنت هو صحيح، بس حاول انك ترجع لمراجع اساسيه، والسؤال بسيط مش 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 مكلف جدا، وفي وصل سبل للمساعده بالحياه الاجتماعيه وبالدول متطوره جدا. ندعو الناس انهم لا ما يسمعوا من 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 هذه القنوات، هذه القنوات، ومش مش 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 القنوات بس، في هذا الشيء ممارس في المجتمع. نعم. انه الناس تكون اوعى من انه حدا يتلاعب بنفسيتها بانه والله بقرا لك على هذا الفنجان وبعمل لك على هداك يعني، وللاسف بيستغلوا هذول الناس وبيجمعوا هذا يسيء الى الطب ويسيء الى الدين ويسيء الى العقل ويسيء الى المجتمع. نعم. يعني يسيء الى جميع المستويات في الحياه، ولا يمت للحقيقه بصله علميه. اؤكد لكم يا اخوان انه ما في منه هذا الحكي ولا فائده منه. اوكي، الحل هو الواحد انه يكون واعي، نظيف، محترم، وان شاء الله يعني بتمنى انه يكون في برنامجك مساحه لتوعيه الناس عن هكذا برامج. ولكن سؤالي لك، يعني انت استبقتني ضمن اطار الحديث انه الوقايه، يعني الوقايه دائما قنطار ورايه خير من قنطار علاج. والله ما زال يعني هذا الزمن. هل سيكون في برنامج اطباء على الهواء نصائح طبية تقي المرضى من كذا وكذا وكذا؟ هذا هو يمكن واحد من أعمدة البرنامج. نعم. أنه إحنا نستغل الوقاية بأكثر حجم ممكن، لأنه هي رح تمنع الكثير من العلاج اللي يمكن ما يقدر أنه يتحمل تكلفته أو تعبه أو مرضه هذا. نعم. هذا المريض، ومرات الحل يكون بسيط جدا وسوف يستغل بأهداف أخرى. ودائما إحنا ميالين لأنه نقول حتى العلاج لحاله، بعد العلاج الوقاية هي أساس نجاح العلاج. وإن شاء الله يا رب الله يسلم صحة الجميع. محمد عدنان خليفة، الدكتور محمد عدنان خليفة، هذا الطبيب الرائع الذي يحمل مواصفات الطبيب والفنان، ماذا يقول
لجمهوره إن شاء الله اللي راح يكون جمهور واعي جمهور ناضج من خلال قناة نورمينا. إيش بتوجه له كلمة؟ أنا بوجه لهم دعوة إنه يكونوا معنا، يتصلوا فينا، يسألونا، إحنا جاهزين صدقا، إحنا هدفنا إنه نخدمكم. أطلبوا منا عشان نعطيكم، وإن شاء الله يا رب الكل أشوفه بصحة وسلامة وعافية وما يتكلف. إن شاء الله نوصل ليوم اللي يصير فيه العلاج حق كل بني آدم بدون ما يفكر بأي شيء تاني. دكتور محمد خليفة، يعني أنا سعيد بهذا اللقاء الممتع وبتفائل إنه هذا البرنامج سيكون بادرة لإعلامي كبير يدخل مجال الإعلام الأوسع أبوابه، خصوصا في المجال الطبي اللي عن جد يعني لو قدم هذا البرنامج أي واحد غير مختص راح يعك كتير. شكرا دكتور محمد، وراح نشوف محمد خليفة هذا الطبيب الرائع ببروموشنه اللي أتحفنا عن جد، خلينا نشوفه بهالفعل.